مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، تتعاظم مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب والزراعة. فبالرغم من أن المياه تغطي أكثر من 70% من مساحة الأرض، إلا أن 2.5% فقط من المياه على سطح الأرض صالحة للشرب. وما يزيد من صعوبة الأزمة هو تزايد تلوث كميات المياه المتاحة للبشر، سواء عن طريق الأسمدة أو التلوث الصناعي أو الملوثات الأخرى. ناقوس خطر عالمي آخر يطرقه وحش مخيف اسمه الجفاف. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعاني 85% من مساحة ولاية كاليفورنيا من جفاف خطير، وباتت مدن ومناطق زراعية تعاني من نقص المياه، وهو ما ينذر بخروج الأمور عن نطاق السيطرة. وفي أوروبا عانت دول عدة من جفاف غير مسبوق الصيف الماضي. ففي مدينة ليون الفرنسية قررت السلطات حظر استخدام المياه في غسيل السيارات أو ري الحدائق المنزلية. وفي المجر شهدت البلاد شهورا من الجفاف هي الأكثر منذ عام 1901. أما بريطانيا فقد أعلنت خلال صيف 2022 حالة الجفاف في أجزاء كبيرة من البلاد. وفي أفريقيا تتسع مخاطر رقعة موجة الجفاف الحالية في بلدان القرن الأفريقي، والتي من المتوقع أن تطال تأثيراتها المباشرة أكثر من 40 مليون شخص من سكان المنطقة، ويتوقع أن تؤدي إلى نفوق مئات الآلاف من المعيشية والحيوانات البرية. وإذا كانت الأرقام التي ترصد وقع أزمة المياه عالميا تشير إلى صعوبات قادمة، فإن الصورة في المنطقة العربية تبدو مخيفة لوقوعها جغرافيا في حزام المناطق الجافة وشبه القاحلة. وتشير إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 إلى أن نصيب الفرد من المياه العذبة سنويا في المنطقة العربية بلغ 800 متر مكعب في عام 2019، وسيتعرض للتناقص عام 2025 ليصل إلى 667 مترا مكعبا، وهو ما يعني أن متوسط نصيب الفرد من المياه عام 2025 سيمثل نسبة 20% مما كان عليه عام 1955. طيب، يعني واضح أن احنا النهاردة عندنا أكثر من مناسبة شاءت المصادفة القدرية إن هم يكونوا مع بعض. فخلونا الأول نرحب بضيفتنا العزيزة داخل الاستوديو، دكتور نهى دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. منورانا يا دكتور. أهلا بك. النهاردة يوم المية وإحنا بنتكلم على كوب 27، وحضرتك أستاذ في هذه البحوث بالتحديد، وقلت لي كمان في الفاصل إحنا كده بقالنا تقريبا 40 سنة من وقت إنشاء الكلية، فهي مصادفات قدرية جت على حظي الكويس الحمد لله. هبدأ الأول على مسألة أنا إزاي أقدر أعمل تكيف مع هذه المتغيرات وتحديدا في المية. وعندنا إحنا من البلاد اللي عندها ندرة مياه ونعاني من فقر مائي كما هو معلومة معروفة معلن. المنطقة بالكامل فيها مشكلة مية عندنا على الأقل في المنطقة العربية. هعمل إيه؟ إحنا المفروض اللي إحنا عندنا فقر مائي دلوقتي. يعني نصيب الفرد 500 لتر للفرد في العام، والكوكب درجة حرارته بتطلع بالظبط، فالبخر يزيد بالظبط. احنا متوقعين ندخل على 350 متر مكعب للفرد في العام على 2030، يعني يبقى شح مائي، يبقى عندنا شح مائي في مصر من الدول الشحيحة، يعني حتى موجودة باللون الأحمر كده في الخريطة للأسف، رغم وجود نهر النيل ورغم وجود كل الموارد المائية اللي عندنا. فاحنا لازم يعني، والحمد لله الدولة خدت في الاعتبار في رؤية مصر 2030 وفي خطة الاستراتيجية للتغير المناخي 2050 خدت في الاعتبار النقص الموارد المائية اللي موجودة. التغير المناخي هيزود المشكلة جدا، هيفاقم المشكلة. ده الوضع الحالي، أنا بتكلم على الوضع الحالي دون تغير مناخي، دون حاجة خالص، بوجود الزيادة السكانية، بوجود المشروعات اللي موجودة عندنا، إن هي المصدر الماء، إحنا دولة مصب مش دولة مصدر ماء، وبالتالي المصدر مش في إيدينا، الحنفية مش في إيدينا، فبالتالي إحنا عندنا متغير تاني خالص هو التغير المناخي. لو ما خدناش بالنا منه ده هيبقى فيه مشكلة، ومشكلة كبيرة يعني خاصة بالمياه. العالم كله بيتكلم على أزمة المية بالظبط، وبعض وكتير جدا من دول العالم بتعاني مما نطلق عليه تصحر. أنا في مصر هتعامل إزاي مع هذه المتغيرات ومع التحديات دي؟ بالظبط، إحنا عندنا أكتر من حاجة. أول حاجة موارد مائية متجددة لازم نروح، مش مجرد نهر النيل فقط لا غير. عندنا اتفقنا على كذا محطة تحلية، والحمد لله مصر متجهة اتجاه شديد نحو التعاقد على محطات تحلية. موجودة في محطة تحلية أكبر واحدة في العالم، موجودة في محطة الضبعة الطاقة النووية. عندنا في إعادة استخدام مياه السيول،
في سيناء وفي الساحل الشمالي عندنا مشاريع كتير عايز استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي، بس انا عندي يعني شويه كومنت عليها ان انا لازم استخدمها بعد المعالجه المناسبه عشان انا ما احلش مشكله وازود مشكله اخرى. صحيح، بس احنا اظن اننا بنعمل كده، بنعمل كده بعد المعالجه المناسبه. فاحنا عندنا اكتر من مصدر متجدد للمياه، ده موجوده في الدول جيراننا بيستخدموا استمطار السحب وسمطرة بس احنا ما دخلناش فيها دلوقتي، لكن احنا دي برضو من الحاجات اللي موجوده في العالم كله. المياه المعبئه جايه من مياه صرف صحي معالجه في سنغافوره وفي دول كتير، يعني احنا عندنا موارد كتير ممكن نستخدمها. سنغافوره بيعملوا معالجه ميه لدرجه انها تتحول لمياه شرب معبئه ومكتوب عليها جايه من مياه صرف صحي. يعني في موارد جديده لازم احنا نفكر كده، ما ينفعش تحليه مياه البحر. تحليه مياه البحر دي لازم وجوبيه دلوقتي، مش اختيار، يعني دي حاجه وجوبيه علينا. لازم احنا على طول مثلا مشاريع اخرى في عين النيل زي مشروع نهر الكونغو، زي مشاريع اخرى موارد اكتر من النيل الابيض اكتر من النيل الازرق، فدي برضو الدوله متجهه فيها وبتشتغل فيها. في لازم دي اول حاجه. تاني حاجه المحافظه على نوعيه المياه اللي موجوده، كل نقطه مياه احافظ عليها، انا لازم استخدمها واستخدمها صح. فكل نوعيه مياه ما دوست المياه اللي موجوده، المصانع تبقى ما ترميش مخلفاتها داخل المياه، يبقى في على طول رصد نوعيه المياه اللي موجوده عندي عشان ما يحصلش تلوث، محطات المياه الشرب تشتغل بكفاءه عليا، يعني في حاجات كتير محافظه على نوعيه المياه اللي موجوده اوريدي عندي، اللي موجوده اصلا عندي. ثالث حاجه ان انا ترشيد استهلاك المياه، وده المواطن بقى، ده دور المواطن في البيوت. يعني حضرتك كنت بتتكلم في البرنامج على قانون البناء، كان نفسي اقول حاجه بصراحه خاصه بالمياه، ان انا لازم اعمل مياه رماديه. يعني ايه مياه رماديه؟ يعني في البيت حضرتك بيبقى عندك ماسورتين بس، مياه زرقاء بلو ووتر ومياه سوداء اللي هي الصرف الصحي. كل بلاد العالم عندهم مياه ثالثه اسمها جري ووتر، مياه رماديه. ايه المياه الرماديه دي؟ غسيل الايدين، غسيل الاطباق، الدش، الحمام، دي كلها بيعملوها ويعملوا بيها فلاش للتويلت، بيملوا بيها السيفونات. ما ينفعش انا املى السيفونات دي بمياه انا الدوله مكلفه الاف الجنيهات عشان تعالجها، مستحيل. ده اهدار للميه داخل 40% من المياه المستخدمه في البيت انا بهدرها. دي هتوفر فلوس فاتورة مية على المواطن، هتوفر فلوس على الدولة، هتوفر حاجات كتير قوي. فلازم قانون البناء والإسكان يفرض على المقاول الجديد إن هو يعمل ثلاث خطوط في البيت. وإحنا كان عندنا زمان في حي المعادي كده زمان في مصر، للأسف الشديد اتلغت معرفش ليه. فده قانون البناء والإسكان اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه، أنا أول ما سمعته اللي كان لازم يدخل حاجة، لازم في الفترة القادمة توفير وترشيد استهلاك المية داخل البيوت. دي بقى أهمية إنه تبقى الضيفة هي شغلتها وحياتها حياتي كلها قايمة على قصة المية دي. طيب أنا هستأذن، هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام، لأن أنا عجبني جدا الكلام في الحكاية بتاعت أنا كده هروح أسأل والدتي في البيت لأن هي معادي، فأنا هروح أسألها حكاية المية الرمادي دي، أنا مش فاكر الحاجات دي وأنا صغير. خلونا نروح للفاصل نرجع مرة تانية لدكتور نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. انتظرونا بعد الفاصل. ما هو القعدة مع العلماء حاجة تانية برضه. خليني أجدد، أقول لك ليه. خليني الأول أجدد الترحيب بدكتور نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. بقول ده بناء على اللي حضرتك قلته لي، بتتكلمي معايا على إنه لازم يا جماعة في البرلمان ما تعالوا نقول لكم على شوية حاجات تانية متعلقة بمخلفات البناء. قولي لي الكلام ده لأنه ده جزء برضه رئيسي في مسألة التعامل مع المتغيرات المناخية اللي بتحصل. بالظبط، أنا بحاول أحافظ على الموارد الطبيعية بتاعتي. مخلفات الهدم والبناء كلها موارد طبيعيه، كلها حديد ونتيجه الهدم والبناء ومخلفات الاسكان كلها حاجات موارد طبيعيه لازم احافظ عليها. وانا لو عدت تاني تصنيعها داخل المصنع هستهلك كهرباء وهستهلك ميه وهستهلك موارد اخرى، وبالتالي يبقى في هدر في الموارد. انا ليه انا ما احطش في القانون بتاعي اعاده ان انا ممكن اعاده استخدام هذه المواد، تدويرها في البناء الجديد بشروط معينه، واحط لها كود واحط لها يعني مواصفه خاصه بيها هندسيه واعيد استخدامها. عندنا يعني ملايين ملايين من الطن من المخلفات. في ناس بره بتاخد المواد دي، انا شفتها مره في فيلم تسجيلي كده، بتتفرم وتطحن وتتحول لبودره. بالضبط، يعني بالظبط، في كسرات الحاجات اللي هي ما ينفعش اعاده تدبيرها زي ما هي. الحاجات التانية بتعملها كسرات كلها بتطحن وترجع تستخدم تاني داخل البنا. فهي دي موجوده في المانيا وبيستخدموها من زمان، طب ليه احنا ما نعملش كده؟ الخرسانات والطوب القديم وكل حاجه، كل حاجه ناتجه من الهدم والبنى.
عندنا كتير في كل المحافظات موجوده مخلفات، وبعدين عامله صوره غير حضاريه في المحافظه وتلوث ليها ومش عارفين نتخلص منها وهدر الموارد الموجوده فيها. فليه القانون ما يسمحش اللي احنا بمواصفات طبعا بمواصفات هندسيه لكل حاجه أكيد. نقدر ان احنا نستخدم الموارد دي نعيد استخدام تدويرها داخل المباني الجديده. يبقى احنا كده وفرنا استهلاك طاقه في المصانع، وفرنا استهلاك ميه، وفرنا موارد، وكمان عملنا حلينا مشكله مخلفات الهدم والبناء. والله الحاجات دي بالنسبة لي برضو مهمة، لكن انطلاقا من انه الكلية بقى لها 40 سنة ده معناها انها طلعت آلاف الأبحاث والأوراق البحثية. احنا عندنا الكلية بوست جراديويت، يعني بتعمل ماجستير ودكتوراه. كل الموظفين في الوزارات المختلفة وهندسين ودكاترة، عندنا 7 أقسام هندسة وطب وزراعة، كل المجالات اللي ممكن تتخيلها، وإنسانيات وإعلام بيئي واقتصاد وقانون وإدارة بيئية وزراعة بيئية، كل التخصصات اللي ممكن تلاقيها. هو عنده مشكله في وزاره الزراعه، مشكله خاصه بالبيئه، بيجي عندي المهندس الزراعي او اللي بيشتغل في الزراعه يجي يكمل دراسته اللي حلله هي كلها دراسات تطبيقيه، احنا بنحلله بالبحث العلمي وبالتكنولوجيا الحديثه، بنحلله مشكلته اللي موجوده في الوزاره بتاعته، وبنشوف احتياجات الوزارات وبيعمل عليها الرساله بتاعته كماجستير او دكتوراه، مش مجرد بحث نظري غير خاضع للتطبيق خالص. واحنا خدنا شرط ان احنا التسجيل لازم يكون فيه حد من الصناعه او حد من الوزاره بتاعته، حد في ايده في الشغل، حد ايده فني وتطبيقي في الشغل. وبالتالي ده الدوله عايزه كده، الدوله عايزين يساعدها، احنا ما بنعملش الرسائل عشان نحطها في المكتبه على الرف، احنا عايزين حاجات تطبيقيه تساعد الدوله على حل مشاكلها. احنا كجهه، احنا ككليه دراسات عليا وبحوث بيئيه لازم نحل المشاكل دي. وفي مجال التغير المناخي عملنا حاجات كتير جدا. زي ايه؟ يعني احنا اول حاجه عملنا مثلا وحده خاصه بالتحول الاخضر، دي وحده حضرتك عارف مبادره التحول الاخضر، بنشكر فخامه الرئيس عليها جدا، مبادره مصر سباقه فيها، عملها 2020 قبل حتى قمه المناخ. صحيح. فيها 6 نقاط بتوضح كل حاجه، بتوضح ترشيد استهلاك الطاقه، ترشيد استهلاك الميه، تدوير المخلفات، تمكين المراه، تمكين الشباب، زياده الوعي بالبيئه، كلها حاجات خاصه وكلها بتساعد على حل مشكله التغير المناخي. احنا جينا عملنا في الكليه دراسات وابحاث وعملنا ماكينات تطبيقيه بروتوتايب لكل حاجه فيها، يعني بروتوتايب للطاقه الشمسيه الطالب يعملها وبيشوفها وبيشحن منها موبايل، بروتوتايب لطاقه رياح موجوده وتشتغل بالليل. عملنا زراعه اسطح زي ما حضرتك كنت بتتكلم على زراعه بدون تربه، اللي هو استبدل التربه بزراعه مائيه وبوفر 80% من الميه، ودي هتحل مشكله. انا نفسي ابص من الطياره كده اشوف كل مباني مصر متغطيه بزراعه خضراء. يا ريت. دي اولا مش مكلفه، الوحده حوالي 5000 ل 7000 جنيه، الشاب حديث التخرج ممكن يعملها، بيجي له عائد في خلال 3 شهور. المرأة المعيلة ممكن تعملها في بيتها وهي قاعدة. احنا خدنا ذوي الاحتياجات الخاصة البنات، علمناهم الصم والبكم وطلعوا فيها منتجات وبيبيعوها بيجي لهم دخل. فانا من ناحية بعمل تمكين اقتصادي للمرأة، من ناحية بحافظ على البيئة بالزبط. من ناحية بزود الانتاجية وبزود الاكسجين وبمتص اكسيد الكربون، بخلي بدل مناظر فوق اللي في يعني للاسف يعني مهملات مخازن فوق العمارات حاطين فيها حاجات كلها يعني كراكيب بنقول عليه، يعملها كلها زراعه اسطح والبلكونات، منظر حضاري جميل، منظر جميل. انا لما رحت شرم الشيخ يعني انا فخوره بلدي، فخوره برئيس بلدي ان انا شفت جمال، العين بتشوف الجمال، العين صح. بتعود، انت شفت مدينه جميله، انت عملت تصالح مع الطبيعه، كان في ثوره للطبيعه الفتره اللي فاتت، انت عملت، انا بقول دي مصالحه مع الطبيعه، احنا كلنا يعني انا عاشقه للطبيعه، عاشقه للبيئه من زمان، من اول ما اتخرجت من هندسه اشتغلت في مجال البيئه على طول، وكان لسه 93 كانش لسه حد شغال في البيئه خالص، رحت سافرت هولندا كملت دراستي هناك، كانوا مستغربين ان مصر مهتمه بالبيئه من 93 وكان لسه بدايه الاهتمام بالبيئه في العالم. فانا رحت شرم الشيخ لقيتها كل حاجه جميله، كل حاجه، الناس بتتكلم اولا مقتنعه، الشباب وكله مقتنع ازاي هو يحافظ على الطبيعه، عايز يدي الطبيعه حقها، عايز يتصالح معاها، عايز يعمل، يعني فعلا في نيه صادقه وفي اراده سياسيه، هي دي المهمه. صح. يعني هي دي المهمه اللي هتنجح اي موضوع. فالموضوع الحمد لله ناجح جدا، يعني شفت مبادرات زي ما حضرتك قلت في التنفيذ، ان في توقيع عقود فعلا. صح. بالتنفيذ خلاص. ما بقاش في يعني كلام، ما بقاش في كلام، هي ليست مجرد وعود مطلقه في الهواء. بالعكس. يعني بالعكس، ده حاجات ابتدت من خلال المؤتمر وبتشتغل، يعني ابتدت وتوفير فلوس وتمويل، خصوصا ان مصر قدمت، يعني هي ملف مصر قوي جدا. ليه؟ لانها بدات بحاجات تنفيذيه، هي ما اتكلمتش،
عملت استراتيجية للمناخ بتتنفذ فيها، ساعدت عملت سندات خضراء، اشترطت ان المشاريع كلها يكون فيها جزء اخضر عشان التمويل، بقت تستخدم طاقه جديده وكهرباء وسيارات كهرباء، ابتدت فعلا بالتنفيذ، ابتدت فعلا بالتنفيذ. مصر عملت الهومورك بتاعها يعني تالت وتالت. فانت ما بتشوف بلد هي خلاص هي فعلا ابتدت بحاجات منفذه مش مجرد كلام، احنا يعني فعشان كده فعلا دي قمه التنفيذ. وكنت فرحانه جدا، انا كنت سعيده باللي انا شفته، وكان ده املي وطموحي من ايه، من 40 سنه يعني، انا من مهتميه بالبيئه من 40 سنه من ساعه ما اتخرجت يعني، فهي فانا شفتها على الطبيعه، شفت قد ايه مصر وقد ايه الدول بتحترم مصر وبتصدقها لانها شايفه حاجات منفذه فعلا، شايفه في حاجات وشايفه في اجراءات وشايفه في زي ما قلت اراده سياسيه جامده جدا من كل الحاجات، كل الوزراء كل مقتنع بالموضوع، مقتنع بالمشكله وعايز فعلا يطلع بتنفيذ. العقول المصريه كانت دائما منتجه ودائما لديها ابحاث، بس ما كانش في اراده حقيقيه لده، لما اصبح في اراده سياسيه مؤمنه بده فكل ده خرج للنور. دكتور نوح، داهمنا الوقت للاسف الشديد، بس انا مبسوط جدا بالمقابله، ومبسوط جدا بان احنا عندنا كليه متخصصه في هذه الامور وعمرها 40 سنه، يعني عندنا ابحاث من هنا لحد جبل المقطم. وبالتالي مع توافر الاراده السياسيه كده الواحد يطمن ان هذه الابحاث هتخرج للنور، وهيبقى في المزيد من الابحاث التطبيقيه اللي هتطلع البلد لقدام. نورتينا وشرفتينا، ولازم نتقابل تاني وتالت وعاشر. كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر دكتور نهى دنيا عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس. شكرا جدا لحضراتكم، ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر هنقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات. We'll be right back.